مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا، أسعد الله صباحكم بكل الخير من قصر الرئاسة، قصر الاتحادية بمصر الجديدة. أحييكم، وهذا بث حي على الهواء مباشرة، حيث بعد دقائق يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإريتري سياسي أفريقي في هذه الزيارة الرسمية إلى القاهرة التي وصلها منذ قليل. العلاقات المصرية الإريترية علاقات مهمة، هذه تعد واحدة في سلسلة زيارات متعددة، ست زيارات سابقة في 10 سنوات للرئيس الإريتري إلى القاهرة في مناسبات متعددة، كذلك لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هوامش عدة منتديات ومؤتمرات ومناسبات ومحافل مختلفة. الحقيقة أن هناك تنسيق مصري إريتري على أعلى مستوى، على مستوى القيادة السياسية لكلا البلدين على المستويات المختلفة، سواء المستوى السياسي كذلك المستوى الأمني. إريتريا دولة مهمة تقع في شرق القارة الإفريقية، هي إحدى الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، تقع بالقرب من مضيق باب المندب، وهو مضيق استراتيجي وموقع جغرافي مهم، خاصة في ظل الظروف والأزمات الأخيرة الموجودة في هذه المنطقة. لذلك كان حريا بمصر وبقيادتها السياسية أن تضع البعد الاستراتيجي وهذا العمق للأمن القومي المصري جنوبا وشرقا في اتجاهات مختلفة، ومنها العلاقات مع إريتريا موضع الاعتبار وموضع الاهتمام. الحقيقة هناك تنسيق على أعلى المستويات، على المستوى السياسي كذلك على المستوى الأمني ومستويات عدة. بطبيعة الحال هناك علاقات اقتصادية بين البلدين، ربما ارتأى البعض أنها لا ترقى إلى عمق وقوة العلاقات السياسية والأمنية. هناك استثمارات مصرية في إريتريا، كذلك هناك علاقات في التعاون الاقتصادي في عدة مجالات، منها مجال حفر الأبار ومجال التعدين وغيرها من المجالات. لكن أيضا هذه الزيارات بتهدف في جانب منها إلى تعميق القوة والجانب والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، بين مصر وإريتريا، بضخ مزيد من الاستثمارات ومن أفاق التعاون، وكذلك في مسألة بناء السدود وقنوات المياه. هناك تعاون مصري إريتري مستقبلي مهم يجب الالتفات إليه، لكن التعاون الأمني والتنسيق السياسي بين مصر وإريتريا هو على أعلى مستوى منذ سنوات كثيرة. مصر كانت دولة داعمة لحركة التحرر الإريترية منذ عام 60، وكان هنا مقر منظمة التحرير الإريترية في هذا التوقيت حتى نالت استقلالها في سنوات التسعينات. ومصر كانت من أولى الدول التي أقامت علاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية مع إريتريا، واعترفت بالدولة الإريترية وكانت داعما لها في كثير من المحافل. كذلك دولة إريتريا كان لها علاقات مهمة مع مصر، خاصة في السنوات الأخيرة، حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي حضره الرئيس الإريتري وقام بعدة زيارات من بعدها كما ذكرت لحضراتكم. لذلك هي علاقات متميزة، ناهيك عن أنها علاقات تاريخية تعود ربما إلى 300 عام. هناك علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية وعلاقات يعني على المستوى الدبلوماسي وبأشكال مختلفة. أعود مع حضراتكم إلى المكان والمكانة المهمة التي تحتلها دولة إريتريا في شرق القارة الإفريقية، هي تطل على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، كذلك هي الدولة الأطول شاطئيا من الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، حيث تزيد شواطئها أو طول شواطئها على 1200 كيلومتر بامتداد البحر الأحمر. كذلك هي تجاور دول إثيوبيا
والسودان وجيبوتي في منطقة القرن الإفريقي، هي تمثل عمقا وبعدا جغرافيا وعمقا استراتيجيا مهما، كما أولت مصر في السنوات الأخيرة العلاقات الإفريقية اهتماما بالغا واهتماما كبيرا، سواء على مستويات الشراكة المتعددة في تجمعات اقتصادية وسياسية وغيرها، أو على المستويات الثنائية. أولت مصر كثيرا من الاهتمام لدول القارة الإفريقية على المستويات الثنائية، العمق الإفريقي كان من أهم محاور الاهتمام في السياسة المصرية عبر السنوات العشر الماضية، وهذا أمر لا يخفى على الكثيرين، فمصر بوابة إفريقيا على المستويات المختلفة، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستويات المختلفة، ومنها المستوى الأمني ومنطقة البحر الأحمر وغيرها. بعد دقائق، بعد قليل، يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الإريتري السياسي أفرقي في هذه الزيارة الرسمية. تحياتي إلى حضراتكم، تبدأ الوقائع بعد لحظات.
إذا مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس إريتريا أسياس أفورقي بقصر الاتحادية، حيث عزف السلام الوطني للبلدين. تربط مصر وإريتريا علاقات قوية راسخة منذ عشرات السنين على المستويات كافة، وهو ما يأتي في إطار تعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية. هذا وشهدت العلاقات بين مصر وإريتريا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا، وهو ما انعكس على الزيارات الكثيرة للرئيس الإريتري لمصر، والتي كانت تعكس حرص الجانبين على تعميق وتوطيد أواصر التعاون بينهما، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. علاقات تاريخية قوية وراسخة تربط ما بين مصر وإريتريا منذ عشرات السنين، حيث كان لمصر اهتمام ملحوظ بالقضية الإريترية بدءا من الأربعينات في القرن الماضي، تبلور ذلك في اتخاذ القاهرة مقرا لتأسيس جبهة التحرير الإريترية في يوليو لعام 1960. مصر كان لها أيضا الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في العام 1993. وظلت مصر طيلة فترة الكفاح المسلح على علاقات قوية مع فصائل الثورة الإريترية، وبعد استقلال إريتريا شاركت مصر في التهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون ما بين البلدين في كافة المجالات. كما رحبت القاهرة بإقامة علاقات دبلوماسية ما بين البلدين ليكون هناك قناة شرعية مع أسمرة. الدبلوماسية المصرية كان لها دور بارز عندما نشأت حرب حدودية ما بين إريتريا وإثيوبيا امتدت لعامين من 1998 إلى 2000، حيث سعت مصر لتحقيق السلام ما بين الجانبين. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العلاقات ما بين مصر وإريتريا تطورا كبيرا، وهو ما انعكس على الزيارات الكثيرة للرئيس الإريتري لمصر التي كانت تعكس حرص الجانبين على تعميق وتوطيد أواصر التعاون ما بينهم، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وهكذا هي مصر دائما حريصة على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة، وساعية لتحقيق النهضة في محيطها الإفريقي مع مختلف دول القارة.
ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. بداية وبعد التحية، في إطار بالطبع سياسة مصر الراسخة في دعم الأشقاء في القارة الإفريقية وأيضا تعزيز التعاون معهم، يأتي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إريتريا، والحقيقة كان ذلك واضحا جدا في اللقاءات الثنائية على مدار العشر سنوات الماضية، وأيضا تاريخيا، كيف تقرأ ذلك التوجه؟ لا شك أن هذا التوجه هو توجه مبدئي. ارتباط مصر بالقارة الأفريقية وخاصة منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي تحتل أهمية وأولوية كبيرة منذ فترات عديدة، وخاصة في فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في البلاد، وخاصة دوره عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019. وواقع الأمر أن العلاقات ما بين مصر والقارة الأفريقية وأيضا أريتريا وبعض الدول ذات الأهمية الاستراتيجية هي علاقات متميزة متنامية ومتصاعدة في كافة المجالات، سواء كان ذلك في المجال الأمني وأيضا في المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي فيما يتعلق بالصحة والتعليم وبناء القدرات. أما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأريترية في بشكل خاص، فنحن نعلم أن أريتريا إحدى دول حوض النيل، إحدى الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وبالتالي هي عضو في مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن. ثم أيضا هناك أوضاع في منطقة القرن الأفريقي سواء ذات طابع أمني أو طابع أو مشاكل سياسية أو قضايا سياسية، وأيضا في إطار العلاقات الاقتصادية، خاصة وأن منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر يعني هناك قضايا ذات بعد أمني وسياسي واقتصادي، وبالتالي هناك تعاون وثيق بين مصر وبين أريتريا بصفة خاصة في كافة هذه المجالات. نحن نلاحظ في الفترة الأخيرة منطقة القرن الأفريقي تعتبر من المناطق الساخنة التي تواجه بعض التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والنازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية. بتواجه أيضا بعض القضايا الساخنة مثل تطورات الأوضاع في السودان، في جنوب السودان، أيضا ربما في ليبيا، وأيضا في منطقة البحر الأحمر. نحن نعلم أخيرا هناك توجهات أسيوبية نحو منطقة البحر الأحمر في خلال مذكرة تفاهم تتعلق بالشراكة والتعاون بين أثيوبيا وأرض الصومال، وهو أمر لا شك أثار حفيظة كل من دول القرن الأفريقي وخاصة أريتريا والصومال ومصر، باعتبار أن هذا التوجه يتجه نحو إقامة قاعدة عسكرية، وكان هناك مطامع أثيوبية في أن يكون لها بناء بحري وهي دولة حديثة، وربما هذا الأمر ارتباطه بأن تكون البناء البحري سيادي، وهو أمر الحقيقة يخالف كافة القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية، أمر أثار يثير حفيظة دول المنطقة بصفة عامة وخاصة الدول المتشاطئة على البحر الأحمر ولها ربما طرق أو منافذ أو وسائل اتصال مع أثيوبيا. أعتقد أن هذا التشاور بيجيء في هذا الإطار، ويجيء أيضا في إطار تنمية وتطوير العلاقات بين أريتريا وبين مصر في مجالات عديدة، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري، نعم، وخاصة فيما يتعلق أيضا في بناء القدرات بصفة خاصة. يعني نتوقف عند هذه النقطة، يعني بجانب تنوع الملفات الأساسية الجيوسياسية وهي بالطبع لها الأولوية القصوى بين مصر وإريتريا، هناك تعاون ثنائي في مجال التعاون الاقتصادي سواء في مجال الزراعة، في مجال الكهرباء، في مجال الصناعة. كيف تقرأ أهمية هذه الملفات جنبا إلى جنب مع الملف السياسي الأبرز؟ لا شك أن كما أشرت العلاقات بين مصر وإريتريا علاقات ذات خصوصية بحكم يعني تواجد موقع إريتريا المتشاطئ على البحر الأحمر، وأيضا في منطقة القرن الأفريقي، ثم أيضا كما أشرنا إحدى دول حوض النيل، وهناك قضايا المياه وقضايا الموانئ. قضايا الموانئ الآن إحدى القضايا الحيوية التي تشمل منطقة البحر الأحمر والصراع
الدائر بين قوى إقليمية ودولية على استثمار هذه الموانئ على نحو أو آخر. أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري فهناك اهتمام كبير بزيادة الاستثمارات المصرية وخاصة من جانب القطاع الخاص. هناك تنشيط العلاقات التجارية بين الجانبين وخاصة في القطاع الزراعي. هناك أيضا اهتمام كبير بما يتعلق بالثروات البحرية وأيضا فيما يتعلق ببناء القدرات في مجالات عديدة وخاصة في المجال الاجتماعي وبالتحديد مجال الطبي أو الصحي. نعم، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك بينهما، ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر البلدين خصوصا في هذه الزيارة الأخيرة؟ أعتقد يعني ربما يكون هناك تعاون وثيق فيما يتعلق بالمواقع اللوجستية والمراكز اللوجستية. هناك اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بتنمية الثروات وبناء القدرات في قطاعات محددة وزيادة الاستثمارات المصرية بما ينعكس على النواحي التجارية. لا شك أن هذا أيضا سيكون مرتبط بقضايا المياه وقضايا أيضا الأمن في منطقة البحر الأحمر خاصة، وكما أشرت أن العلاقات بين مصر وأريتريا بحكم عضويتهما في مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر. نعم. وبحكم عضويتهم أيضا في الكوميسا هناك بعد أمني وبعد اقتصادي سيكون محل اهتمام باعتبار أن مجلس الدول العربية والأفريقية مهتم أساسا بقضيتين أساسيتين هي قضية الأمن والتنمية. فأنا أعتقد أن هذا الأمر سيكون محل اهتمام كبير نحو التطوير والتحديث والتنامي والتعاظم في كافة هذه المجالات. في إطار أيضا العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، تقوم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بإفادة قوافل طبية إلى دول إريتريا. كيف يمكن البناء على تلك الخطوة، خطوة الدبلوماسية المصرية والحراك الدبلوماسي من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين؟ الوكالة المصرية من أجل التنمية هي تختص أساسا بالنشاط فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي واقصد بذلك بناء القدرات بصفه خاصه، بالاضافه طبعا الى اي انشطه اخرى من شانها يعني تعزيز العلاقات بينهما في مجالات اخرى. وبالتالي بناء القدرات الذي اشرت اليه مرارا هو ربما يكون مرتبط اساسا بنشاط الوكاله المصريه للتنميه، وهذا النشاط الحقيقه متواجد منذ فتره، وانا اعتقد ان سيكون هناك اهتمام كبير بزيادة حجم ونوعية هذا النشاط ليشمل مجالات عديدة، لأنه لا يقتصر فقط على الجانب الطبي وهو الأمر الذي ما زال نشاط هناك نشاط بشأنه، وربما يمتد أيضا إلى أنشطة أخرى ذات طبيعة تجارية وربما أمنية وربما أيضا ذات بعد اقتصادي. نعم، سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وإريتريا تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي ذلك كتجسيد لتميز العلاقات السياسية بين البلدين. علاقات اقتصادية قوية تجمع ما بين مصر وإريتريا تعكس التعاون الكبير ما بين البلدين في كل المجالات وتؤكد عمق روابطهما التاريخية. شهدت العلاقات ما بين البلدين تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي العام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري ما بين مصر وإريتريا 119.5 مليون دولار مقابل 104.8 مليون خلال 2017. ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى إريتريا لتسجل 116.99 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل 103.43 مليون خلال 2017. فيما ارتفعت الواردات المصرية من إريتريا لتسجل 2.5 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام 2017. وبسبب هذه الزيادات قدرت نسبة السلع المصرية الموجودة بالسوق الإريتري بصفة ثابتة بنحو 10% من إجمالي السلع،
تبلغ أحيانا نسبة السلع المصرية 60%، وذلك مع القبول الذي تتمتع به تلك السلع لدى المواطن الإريتري فضلا عن سمعتها الطيبة. وتعد آلية إقامة معارض المنتجات المصرية هي الآلية الأكثر أهمية في عملية التبادل التجاري ما بين البلدين، كما يتعاون البلدان في مجالات التعدين والطاقة، والذي يضم شبكة الربط الكهربائي بإريتريا بجانب حفر الآبار ومشروعات إنشاء السدود وتخزين مياه الأمطار واستخدام تكنولوجيا الصوبات الزراعية في الزراعات. هي إذن علاقات اقتصادية مميزة تأتي انعكاسا لمستوى التعاون المتميز ما بين البلدين على جميع المستويات لا سيما السياسية. ولمزيد من المتابعة أيضا والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بداية سعادة السفير وبعد التحية، ما الرسائل التي تحملها هذه الزيارة ودلالات توقيتها في ضوء الزخم السياسي والدبلوماسي الذي يجمع بين البلدين؟ أولا صباح الخير. صباح النور لكل السادة المستمعين. دائما بالعلاقات بمصر علاقات قوية جدا، ودائما يشرفنا الرئيس أفورقي بزيارة القاهرة لبحث أمور هامة جدا. التوقيت الآن مهم أوي أوي نظرا لمشكلة الحوثيين والبحر الأحمر وكيفية إدارة الصراع الموجود الآن في البحر الأحمر ومسألة المضايق مهمة جدا جدا. مضايق مندب يؤثر على التجارة العالمية وأسس طبعا على قناة السويس، وهذا أمر مهم جدا. فوجود رئيس أفريقيا هنا للتشاور في، وقد كان قريبا موجودا في القاهرة أيضا للتشاور مرة أخرى، فمهم جدا اللقاءات بينه وبين الرئيس السيسي لزيارة تحرك مفيد للدولتين في البحر الأحمر. نعم بالطبع، يعني إريتريا تمثل عمقا استراتيجيا وإقليميا وأيضا إفريقيا. ما هي الملفات التي سوف تحظى بأولوية، خصوصا يعني أن مصر وإريتريا يعني يشتركان في تأمين المجرى الملاحي للبحر الأحمر، وأيضا هناك العديد من القضايا السياسية التي تحظى بالأولوية، سواء السودان سواء الصومال سواء الجارة الإفريقية؟ والله الحقيقة يعني جدول الأعمال في مشاكل كثيرة، مشكلة خاصة بالصومال، مشكلة خاصة بالتحرك الأثيوبي، محاولة إقامة قاعدة عسكرية على في دولة في أرض جمهورية أرض الصومال الغير مطالب بها من دوليا، ومحاولة أيضا أثيوبيا إيجاد منفذ لها على هذا البحر الأحمر. خطير جدا تحرك يعني بدون الاتفاق مع الحكومة المركزية في الصومال في مقديشو، وأمر خطير جدا لابد من التوصل فيه إلى نتيجة معينة. ثم أن هناك التحرك الحوثي في محاولة تعطيل الملاحة في البحر الأحمر. كل هذه الأمور موضوع السودان أيضا هو خطير جدا، لأن السودان يعني شرق أفريقيا مشكلة القرن الأفريقي ومشكلة هامة جدا لابد من بحثها ولابد من التواصل فيها إلى حلول ومحاولة تهدئة الأمور في السودان. كل هذه المشاكل خطيرة جدا خاصة بالبحر الأحمر والدول المشتركة في البحر الأحمر، وبالتالي فإن هذا اللقاء لقاء مهم جدا ويعني يبحث على أمور دقيقة تخص بلدين. نعم في إطار حرص البلدين أيضا على تعزيز التعاون المشترك، يعني ما هي المجالات التي سوف تحظى بأهمية بين البلدين بجانب الملف السياسي الأبرز؟ طبعا إلى جانب العلاقات السياسية والمشكلة السياسية في العلاقات المصرية الإريترية،
الحقيقه العلاقات المصريه الاثريه علاقات مهمه، والعلاقات خاصه بالتعليم والصحه، وتفيد اريتريا عدد من ابنائها الالتحاق بالمعاهد المصريه للدراسه، وايضا فان العلاقات التجاريه في نمو مضطرد، والدواء المصري موجود الان في السوق الاريتريه، ويتحول مصر تعزيز علاقاتها مع اريتريا وتستفيد اريتريا من هذه العلاقه. بجانب بالطبع دور الأزهر الشريف والدور المنوط به ثقافيا في كافة البلدان، ده شيء طبيعي. يعني الأزهر موجود في كل الدول الأفريقية وخاصة في شرق أفريقيا، موجود وله تأثير مهم جدا في التعليم وفي رفع راية الإسلام هناك. نعم، كيف تقرأ سعادة السفير هذا الزخم الدبلوماسي في العلاقات بين مصر وإريتريا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ كان هناك العديد من اللقاءات والزيارات الثنائية سواء إلى القاهرة أو على هامش العديد من المنتديات السياسية، كيف تقرأ الاهتمام المتبادل بين الرئيسين؟ الحقيقه يعني لابد من وجود هذه اللقاءات، لان المشاكل اصبحت كثيره جدا، خاصه بالبحر الاحمر، خاصه بالسودان، خاصه بالصومال، خاصه باثيوبيا. المشاكل كثرت وتنوعت، وبالتالي فان هذه اللقاءات تعددت وشرفنا في مصر الرئيس أفريقيا اكثر من مره، وكان كلها مسائل خطيرة جدا جديرة بالبحث القريب بين الرئيسين. نعم، سعادة السفير إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. وفي إطار سياسة مصر الراسخة في دعم الأشقاء في القارة الإفريقية وأيضا تعزيز التعاون معهم، يأتي حرص مصر المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية مع إريتريا، خاصة فيما يتعلق بتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمية، فضلا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية وتنويع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين. وينضم أيضا إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رأف. يعني بعد التحية، بالتأكيد هناك العديد من الرسائل ما بين سطور هذه الزيارة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، كيف تقرأ أبعاد هذه الزيارة؟ وأيضا كيف تنظر الدول المحيطة سواء كانت الإفريقية أو الإقليمية لأبعاد هذه الزيارة؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. بالتاكيد نحن نتحدث عن علاقات مصريه اريتريه مميزه للغايه ولها ابعاد تاريخيه، وايضا لديها روابط سواء على الصعيد الجغرافي، هنا نتحدث عن القاره الافريقيه، او حتى البعد الجغرافي الاخر المتعلق باننا ايضا دول متشابهه على البحر الاحمر، وايضا
استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للرئيس الإريتري بيؤكد ان مصر دائما مهتمه بان تكون افريقيا حاضره على اجندتها الدوليه حتى في ظل اهتمام مصر بالكثير من القضايا الاقليميه الاخرى، الا ان ايضا قضايا القاره الافريقيه والقرن الافريقي وايضا البحر الاحمر ايضا هامه جدا للدوله المصريه. مصر تنظر لكل نقاط امتدادها الجغرافي المتعلقه طبعا بالامن القومي باهتمام شديد للغايه، وبالتالي تعمل على كافه المحاور بالتوازي، وهذا ما يجعل القاهره في الحقيقه قبله لكافه القاده والزعماء سواء الافارقه او العرب او حتى على الصعيد الاوروبي ومختلف قادة دول العالم. وبالتالي أنا أعتقد أن التنسيق المشترك ما بين مصر وإريتريا طوال الوقت والعلاقات الرائعة والمتميزة بين الدولتين بتجعل هناك طوال الوقت قنوات تشاور واتصال مستمر، وفي ظل طبعا وجود قضايا مهمة للغاية. نحن نتحدث الآن عن يعني استقرار البحر الأحمر، نتحدث أيضا عن بعض الامور الحادثه في القرن الافريقي، ايضا الصومال الشقيق يواجه بعض يعني المشاكل من قبل الجانب الاثيوبي، اذن هناك الكثير من يعني الامور في هذه المنطقه، وبالتالي القاهره لديها رؤيه ولديها ايضا تنسيق مع كافه الاشقاء حتى يكون هناك استقرارا وامانا في هذه المنطقه، بما يدعم ايضا الامن القومي الاقليمي، لان الدوله المصريه في الحقيقه بتؤمن ايمان راسخ ان الامن القومي الاقليمي ينعكس ايجابيا على الامن القومي الداخلي المصري، وبالتالي تعمل طوال الوقت على احلال السلام والاستقرار في المنطقه سواء على الصعيد العربي او على الصعيد الافريقي. وبالتالي اعتقد ان القمه النهارده في القاهره فرصه كبيره ومهمه للغايه للتباحث بشان الكثير من القضايا سواء على صعيد النطاق الافريقي، وهنا كما تحدثنا على نطاق القرن الافريقي، او حتى على صعيد نطاق شمال افريقيا او يعني ما يتعلق به تحديدا السودان وايضا دعم استقرار السودان. إذن الكثير والكثير من القضايا، وبالتاكيد مصر واريتريا دول مؤثره وصناعه قرار في المحيط الافريقي، وبالتالي التشاور الان مهم للغايه. نعم، يعني كنت أحدثك أيضا عن كيف تنظر الدول المحيطة سواء كانت العربية أو الإفريقية إلى أبعاد هذه الزيارة، وما المتوقع من نتائج هذه القمة؟ يمكن بالتأكيد أي قمة تحدث في القاهرة الجميع يترقبها والجميع ينظر لها بعين الاعتبار، خاصة حينما يعني تكون هذه القمة الآن يعني تتماس مع الكثير من القضايا الأفريقية ذات الأولوية في هذه المرحلة. وبالتالي أعتقد طبعا الجانب الأفريقي بالتحديد وخاصة هنا دول القرن الأفريقي تترقب هذه الزيارة وتتابع هذه الزيارة وتترقب ما سوف يخرج من هذه الزيارة من مفردات، خاصة أن هذه الزيارة ايضا تاتي بعد يعني ايام او اسابيع قليله من زياره الرئيس الصومالي الى القاهره، وبالتالي رسائل مهمه من القاهره تبعثها هذه الزياره الى يعني المحيط الاقليمي ان القاهره فاعله ومؤثره ومهتمه بقضايا دعم الاستقرار في المنطقه وتقف بجانب الاشقاء. وكما راينا في زياره الرئيس الصومالي الى القاهره كانت هناك رسائل واضحه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمه للصومال ولامن الصومال ولاستقراره، وبالتالي انا اعتقد ان هذه الزياره امتداد لهذه الرسائل وتواصل ارسال هذه الرسائل المؤكده ان الدوله المصريه داعمه لاستقرار النطاق الخاص بالقرن الافريقي وخاصه فيما يتعلق بالنطاق الخاص بدول البحر الاحمر، لان الاستقرار في البحر الاحمر اولويه توليها الدوله المصريه يعني اهتمام بالغ. وبالتالي يعني القاهره طوال الوقت تحاول ان تعمل على كافه المحاور بالتوازي كما اوضحنا، وهذه الرساله بالتاكيد او هذه الزياره بالتاكيد يترقبها يعني الجانب الافريقي بشكل خاص وخاصه الدول المتشطئه على البحر الاحمر والقرن الافريقي، لان هناك فيها تاكيد مهم جدا ان القاهره سوف تظل تعمل على ترسيخ السلام والاستقرار. مصر الان ايضا بالمناسبة عضو في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وبالتالي بتلعب دور مهم جدا سواء على الصعيد عملها بشكل منفرد كدور إقليمي مهم للغاية، أو على صعيد طبعا عملها الآن داخل هذه المنظمة الأفريقية الأهم فيما يتعلق بترسيخ السلام والاستقرار في القارة الأفريقية. وبالتالي دور القاهرة لا غنى عنه، بل هو الدور المحوري والأساسي
بترسيخ السلام والاستقرار. في الحقيقة أن مواقف القاهرة المتزنة والمنطقية أيضا والتي تحاول طوال الوقت تهدئة الصراعات والنزاعات في القارة الأفريقية وتحاول أيضا بناء القدرات ورعاية كل مسارات السلام والتسويات السياسية هي محل ثقة من الجميع، وهي الرؤية التي في الآخر في الحقيقة تثبت أنها الرؤية الصحيحة والأحق بالدعم. وبالتالي بالتأكيد نحن نتحدث عن زيارة مهمة، وكما قلنا هي امتداد أيضا لما أرسلته القاهرة من رسائل خلال الأيام الماضية، خاصة أثناء زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة. دائما يا أستاذ جمال بنتحدث أن مصر هي عمود الخيمة في المنطقة العربية وأيضا إفريقيا، كيف قرأت دور الدبلوماسية المصرية في ظل التطورات المتلاحقة في منطقة القرن الإفريقي وأيضا في إفريقيا، ويأتي بالطبع في مقدمتها السودان وما يحدث ما بين الصومال وإثيوبيا بعد القرار الغير معترف به والغير شرعي من قبل الصومال، أرض الصومال لاند؟ كيف تقرأ دور مصر ودور الدبلوماسية المصرية بالتحديد في تأمين منطقة القرن الإفريقي، تأمين المجرى الملاحي للبحر الأحمر، وأيضا في إحداث السلام والاستقرار في المنطقة إفريقيا وعربيا؟ بداية فيما يتعلق بالصومال، أولا يعني من الجيد أن نجد الآن توافق طبعا ما بين القاهرة وأسمارة فيما يتعلق ب يعني دعم استقرار الصومال. مصر وإريتريا في الحقيقة لديهم توافق تام فيما يتعلق بدعم استقرار وسلام وعدم المساس بالسيادة الصومالية، وهذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يتعلق بعمل الدبلوماسية المصرية سواء بقى على صعيد الدبلوماسية الرئاسية أو حتى دوائر الدبلوماسية المختلفة، وهنا أتحدث طبعا عن وزارة الخارجية المصرية، وهناك اهتمام بالغ منذ عام 2014 ب يعني وضع الدائرة العربية والدائرة الأفريقية كدوائر اهتمام أولى لعمل السياسة الخارجية المصرية، وده في الحقيقة انعكس إيجابيا على دور مصر الرائد والإيجابي في المحيط العربي والمحيط الإفريقي، وبدأت مصر حتى في إيجاد رؤى يعني إيجابية فيما يتعلق بترسيخ السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، لم تعتمد فقط على فكرة الحلول التقليدية أو دعم المسارات السياسية فقط، ولكن أيضا مصر ذهبت لدعم الحلول التنموية كأحد الحلول الداعمة للاستقرار. ومن أجل هذا وجدنا مثلا إنشاء مصر لوكالة الشراكة من أجل التنمية، وجدنا مصر حاضرة بأدواتها التنموية لدعم الاستقرار في مختلف الدول الأفريقية. فكرة بناء القدرات في الدول الأفريقية كلها محاور عمل وجدت بعد عام 2014 من خلال الدبلوماسية المصرية لدعم الاستقرار ودعم أيضا مسارات السلام و التسويات السياسية في القارة الأفريقية. أيضا مصر كانت موجودة وما زالت حاضرة بحلولها السياسية في مختلف القضايا الأفريقية والعربية. إذا تحدثنا هنا نتحدث عن السودان، مصر داعم أساسي لمسارات السلام والتهدئة في السودان. نفس الأمر أيضا حينما يعني حدثت أمور في جنوب السودان، أيضا مصر كانت حاضرة في جنوب السودان لدعم السلام والاستقرار ويعني دعم مسارات التهدئة وإيجاد مسارات للتسويات السياسية، ونجحت مصر في دعم هذه الجهود في الحقيقة أيضا حتى على الصعيد الليبي، على الصعيد الخاص أيضا حتى بدول غرب أفريقيا. الدولة المصرية دائما تحاول أن تدعم مسارات السلام والتسويات السياسية وتدعم أيضا التنمية كأحد مفردات دعم الاستقرار، وهذا ما تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، ان التنميه ايضا احد الادوات المهمه في دعم استقرار الدول الافريقيه. وبالتالي بنجد مصر حتى تدافع عن حق الشعب الافريقي في التنميه وفي الاستثمارات وفي حتى مختلف الامور امام المحافل الدوليه. وبالتالي دور المصري في الحقيقه دور عظيم للغايه وكبير للغايه، ويعني يمتد على كافه الاصعده وعلى كافه المناحي. بخصوص حديثك أستاذ جمال عن التنمية وهي إحدى الأدوات الرئيسية أيضا في الدبلوماسية المصرية، كيف تقرأ التبادل التجاري بين مصر وإريتريا والذي وصل إلى حوالي 119 مليون دولار في عام 2018، وأيضا يعني التبادل في مجال الزراعة والصناعة وأيضا الخبرة المصرية في مجال الربط الكهربائي وغير ذلك من المشروعات التي الاستثمارية والاقتصادية التي تحظى باهتمام مصري في إريتريا؟
يعني انا اعتقد ان التعاون الاقتصادي ما بين مصر واريتريا ما زال امامه الكثير والكثير من الفرص، حتى في ظل وجود الان تعاون جيد، ولكن هناك طموحات لتعزيز هذا التعاون، ويعني ان نجد تعاون اكثر قوه ما بين الدولتين، خصوصا يجب ان نستغل العلاقات السياسيه والدبلوماسيه المتميزه ما بين الدولتين. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، هناك مجالات تعاون قائمه سواء على الصعيد الزراعي، على الصعيد اللوجستي، على الصعيد ايضا ما يتعلق ببناء القدرات في مجالات التنميه والبنية التحتية، ودي مجالات في الحقيقة الدولة المصرية الآن أصبحت متميزة فيها مع كافة الأشقاء الأفارقة. يعني هناك الآن نماذج تنموية رائدة في القارة الأفريقية بالشراكة مع الدولة المصرية، زي مثلا سد جوليس نيريري في تنزانيا، زي مشروعات الري الحديثة الآن في جنوب السودان، كلها مشروعات كبيرة وعظيمة الآن مصر أصبحت يعني لها بصمات مؤثرة فيما يتعلق بإحداث التنمية. وبالتالي أنا أعتقد أن سواء على صعيد التبادل التجاري هناك فرصة كبيرة جدا لزيادة هذه المعدلات والارتقاء بها لحجم العلاقات التاريخية والسياسية الكبيرة جدا ما بين الدولتين، أيضا طبعا على الصعيد ما يتعلق ببناء القدرات اللوجستية، خصوصا ان طبعا اريتريا دولة مهمة جدا على البحر الاحمر، وبالتالي امامها فرص ايضا لتكون محطة تجارية مهمة. وهنا نتحدث عن الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال، ومصر في الحقيقة لديها الان بنية لوجستية في غاية الاهمية، وايضا يعني يمكن ان تمد اريتريا بالكثير من الخبرات في هذا الامر. طبعا الكهرباء، وهنا نتحدث عن امال وطموحات مصرية لبناء قدرات فيما يتعلق بالربط الكهربائي الافريقي، و هذه نعم. المشروعات القارية تعمل عليها الدولة المصرية بكل جهد وبكل يعني جدية، واعتقد ان المستقبل الاقتصادي ما بين مصر واريتريا يشهد او سوف يشهد خلال الفترة القادمة المزيد والمزيد من التنمية. نعم، الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه التغطية الإخبارية لمراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لناظره الإريترية في قصر الاتحادية، والذي يحل ضيفا على مصر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.